أصدرت الثورة قرار بفصله من الجامعة، فطه حسين قال له مش السبب بس موقفك الديمقراطي، السبب ان في برضه يبدو ان الاستاذ لعب دور في الدس اللي هو يقصد رشاد رشدي، والقضيه دي ما زالت غامضه وعاوزه تحقيق. فتشرد لويس عوض العظيم ده التلميذ طه حسين وحاول يفتح دار نشر دار ازيس ففلست، حاول يعمل مجله برضه فلست الى اخره.